حسسكم معارضة شكو فلان وحلا لي عشل كهلي حسن والهبط بعد غرام على وحي هدي له شنو وحسن كله حسن شر اللي شان اللي يا ونن في شهر ترون ماي لك من ترون ماي محاكم الله عليك ما هاك شنو مايو وودك وحوي وصلوكم صومالي شو يسألون كل شيء تمام صومالي شو اسمه ما مولد وحوي عندنا اسمه سلامة أدون كل شيء سلامة ودكت مع تو بي ميل بي مع انترناشونال كوميونيتي ودكت يلا عيد ما دي محوها أي رسين شيء تمريكا كمحوها دقارها يو إن لو تشسك لي إساءة كلا قعنا إذا ما دم محوها اللي هذا محوها أرمع دنيا بارم رأني أو ومن كوريس وحوي ساد كمان ومطلب بحناي وحوي دور شلح الوئي مني يا حسن يا مني حسن وحوي تين موريانا بوطا سومالي دول إنما كمرة بو وبيسنس ما وقنا عصري وحوي يا حسن حقو حسن دور شكا خمان يونا مفوض شرعية دي الوحو هذا الكاب نيكا سياسة فعل كسالي حسن فعل كسالي مكو ليا بنتلان وشرع دور شوان ما مفوض كان عليه وهمبليين واي ولا دور شوان يكون نقضى محوها وحوي الفاق بارما كل قسو دورين شريو تيم محوها ريراها بارما كل نقضى وحوي بنتلان بيقول لها اللي ماي اي سي سي بيقول لها كيني ماي يو كينيا عدو كان كلا يكون لدى قالنا ينوى أقوى ماشا فليل الصومالي وكو قوري يبين تم شاني صدوك سنبا لفدي معها هرقسي يدع عربو معها لفدي مركو عوي حصل يوشو حقوك خبر حصل حقوك حقوك علش بيها متيكر ما انت هدي لي هذا الريستريشن ما دارك لقيقة من يدور شو صفة لقليا هدي الشباب اللي هذا المحوة عنك صفك قليوا هدي لنا عار صفك قلا صف ما انت الريستريشن هدي لي هدور شو ما كان قمر الريستريشن باقور عندي ما قلنا قلا ما انت هدي قوان صوص عارا المحوة شباب اللي هذا الريستريشن كلا ما قمر كرو عارو وقفك بناك وصبحا إلا صفف عدنا البالوغ رايس تشوي لي محوة بعد تقول قليا وحوى يدق صوبح مايا حقوك قمر علش بيها متيكر أفرين وسكرير أفرين حسن شيخ وافرين هوية وحافرين من حوالين كل مدوقة هوية متلول وحافرين من حوالين عشر شباب هوية وحافرين كم حوالين قبل كبرنا هدول هوية أفرين وين ما دير بافرين وقت ما كرت ما دير كيس شو ماري وحوية ومدم وتربليس وحوية شو ماري وليس ما أمين مركب وأنا قوم أحد علينا يا مدرش على سبحانه وحوية إيش السنة اللي قوم يجين وأنا كحو معي حسن شيخ إنه محوها وليس قال برود بعد كرير إيش وحوية وحس شكله تكلمي وكل تكلمي محاوس وما لا أنا مصبح تاجر صنع ومشاريع ذي وحوي ولا لا أنا داودنا عدو كلا قصار وين ير يا بفكي طاي هل مشروع عقد بيعلمكي هل ما بعد شو قام وقولي هل بينك شو قام إيش اللي هالمقدس شو ده إذا سيبه مم تلا أنا حكى لك صدور تمرة سعاني تبوه الله لك صدور يحدون يطلع يعرق عوام على يكير حكى لك بارم كينو شو قولي إيش كينو شو أقل كسر أقل سقولي إيش كينو شو حمر بطلان بالله حلو أوتوماتيك مم تلا بشرعيا با سمعت كلام. أنا ما قبل إيه سيسيلي هذا عدة حمل كشوف تمتشى. وهي وحوي ما ينوى الدرجرة وابا لقح البطن هذي مثلاً. لكن ما مثلاً. كم حوي. خدك تلفون ككشرة سياسي عبد القادر محمد هاجر آية الله. وكم إذا هل دورك إس إس إي خاتمه من أنا عبد القادر لصو حريري ورباهين تان نجاتي في خصوصا دلك يوغندا مدن عبد القادر سودو مدن عبد القادر حالة جود هاندلك الصومالي يت إس إس إي أنت أتوقع تاي قالت أنا هذا كوس سلام يا وما صنت هاي وأنا دوا هاي هذه ورباهين تبعت ماني سلام يا يرمان ومدن الصومالية أنت يدقي سنسة قارهان شعبنا رير إس إس إي وسلام يا بعد السلام قاس نو وطن كي ولا سكفي عيني هاي أنا وطن مدوا كم غنا هاي وطن كي يبان دكم غنا هاي اللي هو طبعاً كي سبتمبر مارك صور دافي مارك حاله واسك ولا في عيني هاي ما هو بقى كتير أساسي خاتم اللي رادو قاس بدن كوك عاي محو هادت كل هل كن درو سومرين ما هو كنا إنتو قال كي جا محو هواش خينا يا رما أساسي يدو حوي محو هوارم أسك مسيريا تبدن بام محو ها وهل جمي ده تبدن وقادي وحوي كوس بدن بتشوغا مركا واح كستو دوت قادر تبيديان او واحبو سيل فبيان لو شقين واخا وي دورشيده يا وقتي قدا لا غاري ان شاء الله كور دعمينو مركا دوتكو واخا وي وقت اسكا دورشاد يا سند يكو كو باتغي واخا يربا اسكا هاداي لي برود كبعدينا واسكا كامبين مركا هو اس اس خاتمه واخا وي مخوها ديس واخا وي واخا لا ربا ان وطنك لغا شقيهو مدن دولت هاد بكتر واخا وي مانديت كلو لبا سنادود لبا سنادودنا واخا وي ولو اوو بدنان واخا كو قنا شاتركي تمبري ديغا كوميرغاركا وصلوا برا ما هي وبنان وصلوا يشروينا لو قبطه وذاك هذا وقال لك سعره مركا الحمد لله ذاك الشعب كها إذا ما دي طلب كسيج بس كعشنا يا كربتشوي غلط شوك به يا دم مارش عبوينا هرتوينا هلكن وقوم هذا عين لي دور كفرها يعني يا دولة بنتلان هو جامل يا مدحونا حتى الفريق صانو غضي وأنا سيد عبد الله دين بمحوها سيف يا عبد الله مستعان هذا وقول ماشي لو قصار لو قول استي الله مستعان وقت سكتور شو صنع دي حوجا بعتقي مديره قوم اسكهاري دود رسمي روال إن شاء الله وانا لسه يا وما مقبلات رسمية أدير وما مقبلات دون هاي دمان شو ردي ما مقبلات دون وين بيحني عن هاي تد طول جغرافيك اللي بوبليشن اي شوغان شرعية له تصور له كل ياشي دولة لوي قانة دولة عصرية هم واحد
guurka farmanka la yiraahdo maxaa dowladnaha lagu yaqaanay laba inuu nahay waxaa leenahay dastuurkii waxaa leenahay madaxweyne iyo ku-xigeenkiisi waxaa leenahay guriisha dejinta oo baarlamanka loo yaqaano waxaa leenahay judiciary-ga iyo garsoorka iyo golihii maxkamadaha waxaa leenahay ciidamadii qalabka sida iyo hadday military iyo qaboodi kala duwanaay hadday booliis iyo hadday sirdoon muxuu ahaa iyo hadday asluubihiinba waanu leenahay wasaaradihii baanu leenahay waxaa weeye dhammaan wadanka dowlad ku meel gaara oo maamul goboleed oo ssi khaatumaa baa ka dhisan ciidamada furinta jooga ee weli dhaxanta iyo u jooga cadowga ee cadowga dalka ku xoreeyana muxuu aha waa salaamaya si gaara u salaamaya ciidamada ssc meelay joogaanba intii ku shahiiday ee u dhintay muxuu cadowga dalka laga saarana oo u tacsiyadaynaya inta naafadaa u jiiftana ilaahay waxaa looga baryaya muxuu aha caafimaad degdega xaaladaha deegaanka waxa weyn badan ku dheeraan maayo muxuu aha waqti doorasho marka la aado doorasha hadda iska dhowo waa la taftami doonaa deegaanka waa lagu taftami doonaa dowlad cusub iyo muxuu ahaa iyo face cusub iyo maamul cusub baana insha allah la dhisi doonaa. Intaa markaan xagga ssc kaga gudubno, dowladda dhexe ee soomaaliya waxaa ka jira madasha wadatashiga qaranka. Madashaasi mar hore waa qabsoontay, haddeer u dambeysay oo bishan bilowgeedii ay qabsoontayna ilaa hadda warmurtiyeed kama soo bixin, wax lagu midaysan yahayna ma jiraan, sida la og yahayna maamul goboleedada qaar baa ka baxay. Sidoo kale waxaa ka maqnaa Puntland iyo ssc labaduba. Maxaad kala socotaa xaaladda xamar iyo shirka madatashiga qaranka? Madasha wadatashiga qaranka lagu sheegaa madal sharciyad ku aasaasan maaha. Waxa weeye markii dowladnimadii meesha laga saaray Soomaaliya ee ahayd federalismka ee ahayd golayaasha shaqadii la doonayay inay golayaasha dowladdu qabtaan oo maxaa waxaan golaha dejinta la yihahdee ama golaha aqalka hoose aqalka sare hadda inagoo baarlamanka nala Soomaaliya labadii aqal bayaanu leenahay shaqada waxaa la doonaya in halkaa lagu qabto golahayna sharci kuma aasaasna. Laakiin markii golayaasha dowladda ama dowladda ay noqotay marba ninkii yimaadaaba inuu liid gareeyo dadka golayaasha dowladda garaana kuwa executiveka iska daya kuwa baarlamanka la doonaya check and balancega inay dadka la xisaabtamaan xukuumadda la xisaabtamaan markay guuloodayaal noqdeen waxaa la abuuray madal wadatashi la yihahdo maamul goboleedyada ah. Marka madashan saasay dan baa keentay sharciyad muxuu ahaa dastuurka meel ka kama qoran kuma aasaasna. Madashan Puntland muddo fara badan bay ka maqneyd ssc-na weli looguma yeedhin. Waad ogtahay madashan tii ka horreysay madaxweynaha ama hogaamiyaha ssc waxa weeye isagoo xamar joogaa la yihi waa korjoogto muxuu ahaa warbixin bujisanaya sida uu waddan kale ama gaaladishiyo dowlad kale u ka yimi iyadoo waddankii muxuu ahaa laha mustaxaan iyadoo qeyb waddanka ka mid a taladiisii masiirka ee la gaaray oo ssc qaatuma waxa weeye dhul ay haysato oo ay dowlad tahay oo cadowgii waddanka kala goynaya muxuu ahaa ay la dagaalameen oo la doonayay in si weyn oo maqaam sare muxuu ahaa loo soo dhaweeyo. Madashan watashiga afar inoo iskuleeraa fadhiya xasan shiikhoobaa fadhiya hawiya waxaa fadhiya madaxweynaha galmudugu hawiya mtulooda waxaa fadhiya madaxweynaha shirshabelle hawiya waxaa fadhiya muxuu aha gobolka banaadiro hawiya afar inoo ilmo adeera baa fadhiya mawaqta ma karto waad arkaysa soomaaliya waxa weeye watrabilismka waxa weeye soomaaliya weli isma aaminin. Marka waan ugu mahad celinayaa madashaasi waxa weeye ssc-na looguma yeedhin waana ka xumahay xasan sheikh inuu muxuu ahaa weli sagaal bilood baa dadka reer ssc waxa weeye xasan sheikh la dagaalamay oo kula dagaalamaya maxaa somaliland iyo musabixu taageersana oo mashaariicdoodii iyo waxa weeye weli alaanada waddanka cadowga laga saaray ee one year iyo abafkay tahay hal mashruuc caagad yaalama geyn waxa weeye waad ogtahay mashaariicda emergencyga lama geyn isagaa ku fadhiista kuwa developmentka infrastructure o dhan baa dumay lama geyn waxaa naga dumay masaajidi baa naga dumay wasaaradda dinta oo qaafto ma iman soomaaliya waxa weeye caafimaadkii dhakhtaradii o dhan baa cadowgii dumiyey wasaaradda caafimaadka maa wasiir ku-xigeen ma iman waxbarashadii o dhan baa la dumiyey waxa weeye maxaa wasaaradda waxbarasho nooma iman waxaala waxa dubdhis dalka ka qabatay ma jirto infrastructure iyo kaabayaasha dhaqaale ee waddooyinkii baa la dumiyey wasaaradda gaadiidka iyo maxaa iyo jiyadkooda maxaa nooma iman one year iyo abaf wasiir ku-xigeen federaal ka tirsan maxuu aha magaalada ssc caasimada laascaanood ma soo dhex istaagin hadday tahay buu hoodle hadday tahay muxuu aha sanaag hadday tahay muxuu aha allaha mustaxaan gobolka soo hase waxa weeye dhibaatooyinkii uu hayay iyo muxuu aha allaha waad ogtahay inuu golayaasha iyo unk uu ka difaacayay muxuu aha markii dalkii si la leynayo muxuu somaliland ka difaacayay marka unk muxuu aha human rights ku edwacayna muuse iyo inay kaahin iyo waxa meesha joogay dadka xasuuqayay ay maxkamad hor keenaan isagaa yiri muxuu ahaa hor istaagay markii dowladda warqad un kusoo diray isagaa yiri muxuu anaa soo xaqiijinaya isagaana dadna ku fadhiistay marka waxa weeye xasan waa cadow soomaalina cadow aan male haddan aabihi axmed ethiopia la sheegaa cadow aan soomaaliga maanta qof soomaaliya cadow aan ahayn marka ina bixiga inagu ina colka nahay laga saaro soomaali cadow waxa waa muxuu aha ina bixiba waxa cadow ah muuse bixiya waxa cadow ah soomaali maxaa ininka la yihahda allah mustacaan iyo xasan sheikh waa maanta ilitriuty waa ilitriu shalay farmaajo ku caayayay doorasho on maa on foodaan qabanaya bi shalay buu farmaajo ku haystay waxa weeye muxuu allaha mustacaan wax allaali wuxuu ka hadlay xasan isagaa mucaaradoo isku filan wax allaali wuxuu shalay ka hadlay xasan walaha badbaado qaran maana wixii haddii la shido waa xasan kale xasan shalay le shaani leeyahay nin shaari toran maayo leeg nin toran maayo muxuu aha kabalaa leeg muxuu ahaa gashan maayo waddanka waxa weeye waa slogol soomaali heshiis adduunka lehesa maanta soomaalina heshiis maaha maamuladi waxa ucidnaysa ma salaamaan adduunkan heshiis lamaha waad ogta maa ethiopia meel walba iyo maxaa international community waad ogtahay ilaa ciidamadii muxuu ahaa
أي سين شفت مريكا كم حوار دقارها يو إن لو تشسك دي إساءة كلا بقنا غير ما دم حوارها اللي هذا محوها أنا ما عدنا يبى أنا مريني أو ومن كوريس وحوي ساعد كمان وما طلب بحنين وحوي دور شلح الوا أمنية يا حسن أمنية حسن وحوي تين موريانا بوطا سومالي دول إنما كمرة بو وبيسنس ما وقنا عصري وحوي يا حسن حقو حسن دور شكل خمان يونا مفوض شرعية دي وح هذا الكاب نكسي هذا كفيل الكاس عليك هذا فيل الكاس ما مكولة يا بنتلان وشو دور شو ما مفوض كنا عليه وهمبلين وعي ولا دور شو دكون نقدم حوها وحوي الفاق بارم كل جزء دورين شريو تيم حوها رياء هاد بارم كون نقدم وحوي بنتلان بيقولها اللي ماي إس سي بي يقولها كين ماي يو كينيا عدو من كذا يكون لدرجة على نيانو أقوى ماشة فلية الصومال وأكو كونه يبي أنت ما شنو صدق سنة بقى لفدي معها هرقيسي يدا عربو معها لفدي بقول عوي حصل يوش حقوق خبر حصل حقوق حقوق علاش بيها متيكر ما أنت هدي لي هذا الريستريش ما ضل خليقة من يدور شو صفة اللي قليه هدي الشباب اللي هذا المحوه عنك صفقة قليه ودي لنا عرصة فقرة صف ما أنت الريستريش هدي لي يدور شو ما كان خبرني الريستريش ما كوره عندي ما قلنا كلام ما أنت هدي قوان صوص على المحوه شو اللي هذا الريستريش إن كلام ما كان كروه عرض وقفك بناك وصبحه إذا صفقة عندنا بالله قرأ شويه معها بدك تو اكليا وحو يدك صوبح مايا حقوقك قبني عيش بيها متيكا مش هو حو يدك متيكا متيكا وزير وحو وزير وحو معها حتى وزير صوماليا وزير دو تيس باطا دني لا كايستو حو اما دك كايستو مخات اديك دوني وزير الدنيا وحو نيك وزير كان لا قحيا من ديما بقيا وزيرها لما قالوا وحو ستاف وحو معها وحو غاربا غار ستاف ستاف سكرود سكرود بكتبيا حقوق قمرية طرش تتك عقل وقدر حصلوا عايرة معها حوي حسن وحوي ومعنا جبل لأن معها ونقم هذا علينا يا هنا معها وارمها جدي حوي معها وحصوا مع النور نتاعي اللي سوي بعد حسن علينا يا وشو كل ما يدك حقوق دور شك قمرية ممكن يدك وشو كل ما لو دور شد وين ما وفد ودور شيء اسمه قمرية نقطة أنا كم وقت هل مشروع إلى مشروع اللي بسمان الراعي سمعت كم مشروع عن شيء بيجي وحب شيء بيجي وحب رشلا سمعنا بالراعي أو يمحوها حسن دول دي وأنا ما يشك مرة بو سومالنا عقبنا حصل هاي يمحوها ملة وحوي الله مستعان سومالنا وحوي حصل أنت دور شو حسن كو أمني سما حسن شيخ حسن كل يغاني سما ما أنت دي دور شلا قبته عازنو والله يا أبو حسن شو مشروع حقوق عدير بنغني وأنا قدرتين وقينو دور شيري وحقول ربع لكن إنه بارنا كشرعي وحو كده يعني إنه حير كبارنا كأمد ما لقوس ما يلي هذا مدحونها مدحون دور شو كي ما دون ما وفوا ببدل كرا أو دهنا after wax wax ka dambeeyay oo extension uu ku helo wax kale ma xasan wuxuu gaadhi doorsho wan ma falo loo dareero maanta qof xasan xusin yahay ma jir waxaana ugu codkeeru noqonaya marka waxa weeye xasan daa Soomaaliland madaxweyne uma noqon karo Soomaaliland ma maamuli karo waana ganacsade meeshan xaraan buu ku yimi xaraan muxuu aan nirig xalaal muxuu ma dhasho wan bugaadinaya maamulada Puntland iyo Jubaland maamulka isii qaatmana noo baan aad baan ugu xumaa in xasan muxuu ahaa وراح حسن حسين لور اللي كليه حسن واحد لو حدت كتير سجل بني في الدوري حسن قولك الدفاع الرئيسي هاي ماد بارم بعد شو قام يقول يالبا ينقط شو قام يشيل المقدس شو ده إذا سيبه مم تلا يعني حقي لقى صدور تمرة سعاني بوه الله لقى صدور تيا حدون يطلع يعرق عبوا ماله يكير حقي لقى بارم ك ينقط شو قول ياش ينقط شو أقل كسر أقل قول ياش ينقط شو حمر بطلان بالله قحلو أوتوماتيك ينمي مم تلا بشرعيا بقى سمعت كلام أنا ما قبل إيه سيسيل يا ده عدة حمل كشوف تمتشى وهي وحوي ما أنا وضر جرو وابلا جحر بطلان بيمتلان أكل ما بيمتلان كم حوي وان بقاعدين يا أحمد مدوب محوها مشوا سومالي كسعودي إن سكان الله ضعيف من دلنا مريو سومالنا محوها لقهر بريو حسن أمد سومالي هذا ودنا وجدي يعني عاد وان حسن هاي سومالي هذا مشرت وحوي وتورش وان ما هو فوضى صعنة صايو سكان رال كائن فعل كيدنا مال حسن يعني عدي دورين مشان عقول عد كربون غنا يعني إكستان شيلو سومالي لقيو ربع عدو حسن شيخ أنا هنا سومالي مال دقوله مخل واي هذه آه بعض ما أنت مدن عبد القادر دولة إس إس سي خاتمه وحش إني مرة بدن عطستي إني ماذا شكل قيوب قشاء ولا جديد إيش ده يور صحافة كوسو صارت ما إسلام هذا إس إس سي خاتمه قد ده وحش سعر تشانس إني سن هالكاس واحد بدن بكسي سوقي أنا هو هذا هو ما صار تاعي أنا هو حكم هذا كشقينا ما عملك إنه كشقي الدجاج وما عملك هذا جنتي لصمي أيوه ما عملك إنه هذا هرشة ولا كرنا هرشة ولا حمر ولا فارس إيه سمع ذكر أمر كم عوي هذا هرشة بس هرشة ولا كرنا حمر ولا فارس وعدت كل سؤال جميل وحسن الهوس جيو واللي هذا محوها حسن ما أنت عوي محوها وحسن حسن اللي هذا وحوي محوها أنا ما قبض هاي هذا حسن أنا هو حن قبائل إنه ما مولاد جاتو عاد وحنا نقول ما دعينا يا مدحون كحيك وحوي محوها هذا البوه هذا كشقي ما ملك البوه هذا النسي عندنا حصلنا محوها
iyo maamulka buuhoodla iyo dhammaan institutionska iyo cashuurihii beriga iyo wixii o dhan muxuu ahaa allaha mustacaan ka hirgeliyey. Anigu mahadcelinaya safar madaxweyne ku-xigeenka isagar uu ku tegey gobollada salaag iyo qeyb sool ka mid a iyo xaasimo oo ilaa muxuu ahaa meesha la yahda carroole ilaa godaalo ilaa oo muxuu ahaa maray madaxweyne ku-xigeenka oo ilaa uu tegey meesha la yahdo xarunta kumeel gaarka ahe ceergaabo fuqufuli ilaa xudun tegey ilaa oor boogays tegey safarka maamuldaadejinta madaxweyne ku-xigeenka aad baan ugu mahadcelinaya safar waaahaayeen dadka deegaankaas aad usoo dhaweeyeen institutionskii loo baahnaa iyo adeega loo baahnaana muxuu ahaa dadka maamuldaadejintii loo sameeyey. Marka anugu ma qabo baasha in sida hirshabeel oo kale laga dhigo ma qabo, sida cadal guul laawo meel lala fadhiiso. Anugu waxaan qabay in waddanka laga shaqeeyo inagoo aynu maamulkeena ka shaqeyno, cashuurteena ka shaqeyno, difaaceena siyaadkeyno, waxa weeye muxuu ahaa amnigeena iyo sukuuradkeena iyo muxuu ahaa dhaqaalaheena ka shaqeyno. Marka kaba waxay dowlada federaalka iyagaa nagu khasbamo bogcadii iyo dadkii iyo maamulkii iyo dadkii deegaanka manaysanaa meel baynu xukunaa. Marka nin xamar jooga isagaa nagu qasban, ra-iisal wasaare waxa wey jubbaland buu tegey, madaxweyne jub wuxuu tegey meel buu tegey, koonfur galbeed buu tegey, wuxuu tegey meel buu tegey somaliland. Waay maxaa laasaxaana loo iman waay, maxaa madaxweynuhu laasaxaanoodo dowladda meesi khaatamo mar kasta leh dowladda federaalka iyo xasan aad ogtahay muxuu ahaa raaligelin meesha laga gaaday, waay uu iman waay, maxaa ra-iisal wasaare uu iman waay, maxaa wasiirka arrimaha gudaha iman waay, maxaa wasiirka maaliyadda iman waay. Waan ognahay mashaariicdi world bank ee maamul goboleed dhan isii wasiirka maaliyadda baa ku fadhiya, wali reer gisaa baa ku fadhiya, madaxweyne aan raali ka somaad gar waxa weye wasaaradda qorshaynta mashaariic baa ku fadhida wal hal brojecti oo dowladda federaalka ka yimi maxaa deegaanka lagama hirgelin. Marka xamar ninka interest ama qandi gaar waxa ku dhacaani muxuu ahaa isaga u taalaa, laakiin wax ummadda muxuu ahaa laga gadi karayo cidda difaacaysa xasan sheekha dowladdiisa golayaasha.